السلام عليكم، مازور في اللون، مرحبا بكم ناس الجيسكا. دوك نعطيكم تسمعوا وزير السكن والعمران طارق بالعريبي انهى الجدل بخصوص ملعب حسين ايت. احمد قال لكم نحن بصدد اصدار شهاده المطابقه له كما المعمول بها دوليا، الحمد لله رب العالمين. ملعب او قريب ان شاء الله ويكون ربما في ايدي شبيبة القبائل. لايك الفيديو، ابوني في القناه، وتركوا لنا تعليق، واسمعوا واش قال المباشره. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هي رساله واضحه لكم، الدوله وفرت كل ما يستوجب ولنا ان ننجز، ولن نحايد عن مسار الانجاز خدمه للوطن وتحسين لظروف تمدرس الاطفال. ايتها الفضليات، ايها الافاضل، لم تقتصر الإنجازات قطاعنا على المرافق العمومية فحسب، إذ كان لنا الشرف استكمال المشاريع الرياضية الكبرى على غرار المركب الأولمبي، ميلود هدفي بوهران، وملعب نينسون مونديلا بالعاصمة. صرحان رياضيان كان شاهدان على تظاهرات رياضية دولية، وكذا ملعب حسين أيت حمد بتيزي وزو الذي انتهت به الأشغال كليا، ونحن بصدد إصدار شهادات المطابقة له مثل ما هو معمول به في مختلف المشاريع. من جانب آخر، يشهد مشروع ملعب الدويرة تقدم في الأشغال بنسبة 90% بفضل السواعد الجزائرية التي تسهر على تسليم هذا المشروع الحيوي في الأجال المحددة. كما أستغل هذه السانحة للتطرق إلى المشروع المدينة الإعلامية، هذا الصرح الإعلامي الذي نطمح أن يكون منار لإعلاء صوت الجزائر عالياً بين